مشاهدينا مرة تانية هنرجع لدينا عشان نتعرف منها على حالة الطقس بالتفصيل. فعلا يا محمد، دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة. الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. والجو هيكون لطيف في أول ساعات الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. في النهارده امطار خفيفه الى متوسطه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقيه ووسط سيناء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. ناس كتير قوي مبسوطه من انخفاض درجات الحراره، عايزين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، وخاصه هل هيفضل الانخفاض ده مكمل معانا لحد ما نوصل لفصل الشتاء، ولا ممكن نشهد ارتفاعات مره ثانيه في درجات الحراره؟ لا بالفعل، احنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على اغلب انحاء الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. توقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 28 درجة مئوية. اجواء خريفية مستقرة في كافة المناطق الداخلية. الاجواء فترة النهار بتكون معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، ايضا القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. اجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء، اجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعة الشمس طبعا درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، ويمكن التباين الكبير في درجة الحرارة فترة النهار فترات الليل المتأخرة دي سمة أساسية في فصل الخريف. درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل، بتكون أجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة كمان إن اليوم هتنحصر فرص سقوط الأمطار فقط على المناطق الشمالية، على سواحلنا الشمالية وشمال الوجه البحري. فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على فترات متقطعة من اليوم، هنلاحظها في بعض المحافظات، والمحافظات الثانية لا، أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط من مطروح إلى الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي كلها معرضة لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة. الأجواء نقول خارفية المستقرة فترات النهار. بس هو السؤال بس قبل ما نبدأ للأجواء، هل الأمطار دي مستمرة كذا يوم ولا هتنتهي النهاردة؟ لا، هي الأمطار دي هتستمر معنا كمان غدا الثلاثاء إن شاء الله على سواحلنا الشمالية. مستمر فرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، لكن إن شاء الله مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. لكن هي طبعا فرصها زي ما قلنا من خفيفة إلى متوسطة، مستمرة الثلاثاء. من يوم الأربعاء هتبدأ تنخفض نسب وفرص حدوث الأمطار إن شاء الله على كمان المناطق الساحلية. زي ما بنقول نرجع تاني للأجواء الخريفية دي، هتكمل معانا لنهاية الأسبوع وكمان مطلع الأسبوع القادم. هنلاحظ التباين في درجات الحرارة والدفء فترة النهار والانخفاض فترات الليل. فمهم جدا، النصيحة المهمة ان احنا نختار نوعية الملابس بشكل جيد. خلاص نرتدي الملابس الخريفية، نزود قطع الملابس الإضافية للأطفال اللي بيروحوا المدارس في الصباح الباكر. ناخد معانا جاكيت خفيف لو حطينا بانخفاض درجات الحراره نستفيد. طبعا دي نصيحه مهمه لفصل الخريف، واحنا الفتره دي دايما محتارين نلبس ايه. بالاضافه كمان لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان الخريف معروف بتقلبات الجويه الحاده والسريعه. طيب حضرتك يكون بتتحدثي عن ان في بعض الامطار على السواحل الشماليه، بالنسبه لحركه الملاحه البحريه وحركه البحر الابيض المتوسط والاحمر كمان وارتفاع الامواج. بالفعل، يمكن احنا الايام الماضيه كنا بنشهد اضطراب ملاحه بحريه على البحر المتوسط، لكن من اليوم وان شاء الله غدا وبعد غدا يعني 72 ساعه هيكون في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط. ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر على البحرين، ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال السنة. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه. معانا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره، والعظمى 28، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 29، 22، الاسكندريه 27، 20، العالمين الجديده 26، 19، مطروح 26، 19، دمياط 27، 22، بورسعيد 27 22، الاسماعيليه 28 21، السويس 28 22، العريش 29 20، كاترين 25 13، طابا 30 22، حلايب 31 24، شلاتين 33 24، شرم الشيخ 31 22، الغردقه 32 22، الفيوم 28 20، بني سويف 29 20، الوادي الجديد 33 20، اسيوط 30 19،
سوهاج 32-20، قنا 33-21، الأقصر 34-21، وأخيرا أسوان 35-22. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو، بنأكد مرة تانية للأطفال اللي رايحين المدارس الصبح نتقل شوية بقطعة ملابس ثقيلة صباحا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، لأن الجو بيكون فيه برودة وأجواء خريفية زي ما قالت لنا دكتورة منار. هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة علشان نكمل معكم فقرة صباح خير يا مصر. شكرا لك دين.